غرق حي الزهور في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية. هذا الشارع الذي سوف نشاهده بعد قليل فيه 4 مدارس، كل مدرسة فيها دوام ثنائي لمدرستين، بمعنى 8 مدارس بشكل فعلي، ما يعني أن معاناة طلاب المدارس 4 كبيرة جدا. فلنتابع. في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية أيضا، وفي شارع المجلس البلدي بالتحديد، حيث غمرته مياه الأمطار بشكل كامل، ما جعل الناس يجدون صعوبة في الخروج ومساولة أعمالهم وحياتهم اليومية. دعونا نشاهد شارع المجلس البلدي في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية.